السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمشاهدينا الأعزاء. حلقة اليوم استكمال الحلقات السابقة أطلس. أنا ليا بس يعني ملحوظة صغيرة. النهاردة بنقول الحلقة رقم 12. لو أنت حضراتكم أيدتوا أو كتبتوا كده الأسئلة اللي إحنا ذكرناها في الـ11 حلقة السابقة، هيبقى عندكم شوية معلومات مش بطالة، بجانب إن اللي عايز يسأل يراجع الحلقات ويشوفها قبل ما يسأل، بحيث ما يكونش أسئلة مكررة. بس النهاردة في كام سؤال كده دسم وجميل، وأنا بحب الأسئلة الدسمة. مع بعض بقى نتفرج على الحلقة. السؤال من الأستاذ العزيز: تعمير الصحراء محتاج طرق ومياه وعزيمة وفلوس ورغبة من الدولة للتعمير، ودول تقريبا مش موجودين، لكن ممكن حضرتك تتبنى مشروع إلقاء بذور الفواكه في الصحراء لعلها تنمو وتثمر بالمطر كما عملت كوريا وأندونيسيا، وده هيعود بخير كتير جدا. السؤال ده بيفكرني بفترة كده من الفترات، في خلال الـ3 4 سنين السابقة كان بينتشر على الفيسبوك كده بعض الناس عايزة تلم لايكات ومشاهدات، ان هو يقول لك ايه، جمع بذور وانت ماشي في الصحراء، ارمي ماشي من الاتوبيس، ارمي عشان تنبت زي الدول بتاعت اندونيسيا وكوريا. عايز بس افهمكم حاجة، وطننا العربي ما فيهوش كمية الامطار والسيول اللي تسمح ان تغير المناخ زي اندونيسيا وكوريا. بجانب حاجة، حضرتك انت بترمي ايه؟ يعني انت لما تيجي تقول لي بجمع بذور وارميها، ايه هي البذور؟ هل هي بذور صحراوية متكيفة ربانيا على هذه النوعية من الظروف البيئية زي المسكيت والقرط والفتنة والأكاسيا بأنواعها، النباتات الصحراوية عموما، في الحالة دي انت حضرتك بتجمعها وبترميها؟ ده بقى لما ايه تذاكر تولتك كويس وتبقى عارف، لما تذاكر تولتك كويس وتبقى عارف فين ممرات السيول والامطار اللي في الصحاري، وتاخد عربيه بقى 4 باي 4 وتروح وتعمل المشروع اللي انت عايز تعمله ده، في الحاله دي بتاخد الثواب. اما ان انا اقول سؤال كتقليد بدون ادراك الموضوع، لا. انت عندك الفاكهه مثلا، انت بتقول فاكهه، انت عندك الفاكهه نوعين، يا اما فاكهه مستديمه الخضره يبقى عايز تاكل الثمره وتاخد بذرتها وعلى طول تزرعها، ما فيش ايه ناخد فترة طويلة زي المانجا. هتاخد الفاكهة متساقطة الأوراق، محتاجة قمر بارد أو ظروف جوية زي اللي احنا بنعملها بالتقليد في التلاجة وليس الفريزر، في التلاجة اللي هي درجة حرارته من 4 ل 7 درجة مئوية، درجة حرارة التلاجة مش التجمد. طيب في كلتا الحالتين ما اقولش سؤال، طبعا انا متفاهم حضرتك وفاهم وجهة نظر حضرتك، فعشان كده انا بجاوبك بمصداقية. اوعى تقول ان انا بتريق ولا بستخف بالسؤال ولا بستهتر بيه، لا، ده السؤال بتاعك لو ما كانش دسم وقوي ما كنتش عرضته في الحلقة، فارجوك بلاش الموضوع ده. احنا مش زي دول جنوب شرق اسيا، لا في الظروف الجوية ولا المناخية ولا طبيعة التربة. عايز تعمل الموضوع ده، تلم النباتات، بذور النباتات الصحراوية، وتقرأ عنها كويس قبل ما تجمعها. أستاذ يوسف بيقول: هل مشروع مزارع الأسماك بكميات كبيرة ناجح في الفرافرة؟ شوف يا أستاذ يوسف، أي مشروع أكل في جمهورية مصر العربية بينجح. أنت لو وقفت، آسف يعني مع احترامي طبعا لكل المهن، أنت لو وقفت بعربية كبدة في الشارع ربنا هيرزقك. لما تيجوا تتكلموا قولوا بواقعية، منطقة الوادي الجديد أو الفرافرة فيها كام ألف نسمة؟ بدل ما احنا نجيب عربيات مبردة من وجه بحري من كفر الشيخ ولا بلطيم ولا اسكندرية، ولا نروح نجيبها من أسوان، لا، لما يكون عندنا مزارع سمكية في كل قرية من قرى الفرافرة وكل منطقة كبيرة في الوادي الجديد، هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي. مين فينا يا مصر ما بيحبش السمك؟ ده احنا بنستنى سوق التلات، وسوق سوق التلات في القرية وسوق الكفاح يوم الجمعة عشان
نلاقينا حبة السمك الحلوين وكله جاي مجمد. طب لو عندي مزرعة بتطلع، يا سلام، ده تتخطف خطف. وتعمير الصحراء مش لازم نستنى الدولة، الله يبارك لكم، احنا بنفسنا نقوم، احنا بنفسنا نخضر ونكبر ونعمل. صدقوني مش كل حاجة نعلق الشماعات، احنا نعمل من نفسنا. تمام؟ أستاذ إسلام، هل يمكن زراعة الجوجوبا بين النخيل في الفرافرة بدل أشجار الفاكهة، وما دراسة الجدوى لذلك؟ حاجة، ما فيش حاجة اسمها دراسة الجدوى. أي واحد على الفيسبوك، تويتر، اليوتيوب يقول لك دراسة الجدوى، تعرف إن هو حلنجي. يعني إيه حلنجي؟ يعني بتلات وش، بتلات وشوش، بميت وش، على رأي الأغنية بتاعت تامر حسني. ليه؟ انت جبت دراسة الجدوى منين؟ ايه هي مقومات سعر اليوم في بيئة الزراعة، في المكان، في النقل، في المواصلات؟ هل دراسة الجدوى في اسكندرية زي دراسة الجدوى في الوادي الجديد؟ هل دراسة الجدوى في شمال سيناء ولا جنوب سيناء زي دراسة الجدوى في سيوة؟ هل دراسة الجدوى في أسوان زي دراسة الجدوى في القاهرة؟ عيب عليكم يا ناس، ده انا كل يوم بلاقي دراسات جدوى طالعالي بيضحكوا على البشر، بيضحكوا. ليه؟ اختلاف في السعر، الخامات من مكان لمكان، اختلاف في الظروف الجوية، اختلاف سعر النقل، نقل في حد ذاته، اختلاف ال 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 الكارتة على الطريق. انت بتواجه كام كارتة؟ ايه هي الكارتة؟ المصريين عارفينها، اللي مش مصريين يسكتوا، ما لكمش دعوة، دي حاجة كده جوانا كده، سيكو سيكو. تمام؟ غير الطريق، غير المشوار، ففي حاجات كتير. انا بتفرج على دراسات جدوى، يعني مثلا نقول موضوع الجوجوبا، الجوجوبا ده الزيت بتاعها لغايه دلوقتي اللي انا اعرفه محركات، زيت لاستخدام في المحركات. طيب قبل ما ازرع اي نبات، تسويقه ويكون مضمون ويكون معروف ويكون مفهوم. اما اننا كل واحد نقعد بقى نقول ماسكين الطبلة والرق، يلا يا ولاد ازرعوا جوجوبا للفاكهة، جوجوبة ايه؟ جوجوبة ايه؟ اروح اجيب، ادخل على المدام باتنين كيلو جوجوبا، اعصرهم لي يا مدام عشان انا عندي الطيارة اللي واقفة برة احركها ان شاء الله، ولا ادخل عليها كرب باتنين كيلو طماطم، ولا اتنين كيلو يوسفي، ولا برتقال؟ قول لي انت بقى، عايز تزرعه مع النخل، ازرع ايه؟ حاجه بتتسوق، حاجه بتجيب ذو قيمه. اتفقنا بقى؟ جميل جميل جميل. نحن كنحالين احيانا نفرز العسل، وبعد التصفيه تبقى بقايا للشمع وبعض الشمع القديم، ويصبح لونه بني مسود نتيجه اختلاطه بالعكبر والبروبليس. قرأت في كتاب لابن قتيبية اسمه كتاب النبات، وذكر بأنه مفيد إذا استعمل كسمات للنبات. إيه؟ أريد رأيك في هذا مهندسنا الغالي. بدون أدنى شك، ده أجمل وأحلى وأطعم سمات طبيعي جميل للتربة وللنبات. إحنا بنروح نجيب الملاس، مخلفات مصانع قصب السكر والعسل الأسود والسكر البني، عشان نستعمله كمادة منشطة للميكروبات. يبقى بقى البهاريز اللي انت مطلعها دي، انت دي بهاريز دي، تناخدها تمام واحطها مع اي اسمد حيوي، احطها مع اي اسمدة عضوية عايزة تتخمر. ده ايه ده؟ ده ايه النشاط الميكروب اللي يكون جميل 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 جميل. ربنا يبارك فيكم، حتى لو طلعت حبة قد كده برضو كويسين وحلوين. بقى ده من الأستاذ أحمد بيقول لك إيه؟ إذا كنت شفت إن بذور التوت أو النباتات المتساقطة الأوراق اللي بتحتاج برودة في الشتاء، عشان أزرع بذرتها لازم أحطها بذرتها في التلاجة وأبدأ أزرعها في الربيع عشان تنبت. يعني أحط البذرة في التلاجة مش الفريزر، صح؟ عشان ما تموتش. صح كده يا أستاذ أحمد، في التلاجة مش في الفريزر. وبالنسبة للتوت البري، معظم الأصناف مهجنة وبيتكتروا بالعقل، هل يمكن اكسرها بالبذرة؟ هل تخرج شجر التوت مثل الام وتثمر ام لا؟ وما الاختلاف
الابن عن الام. احنا اتفقنا جميع متساقطة الاوراق عايزين نحطها في مادة بيئة مبللة، مش غرقانة، مش في مية، في بيئة مبللة، بيتموس، رمل، مناديل مبللة في التلاجة، تمام؟ حسب فترات الزمنية، ممكن من أول 40 يوم أو 45 يوم لغاية 3 شهور عشان يكسر الكمون في البذرة للإنبات. طيب إحنا كده عرفنا الفريزر لأ، عشان يحصل تجمد وانفجار للخلايا وتموت في الفريزر. طب بالنسبة بقى لموضوع التهجين، التكاثر الجنسي هو تكاثر إيه بالبذرة؟ بتطلع البذرة الناتج بتاعها مخالف عن الأم. حلو الكلام؟ أيا ما كان النوع، خضر، فاكهة طبية وعطرية، أيا ما كان التكاثر الجنسي يختلف في الناتج عنه عن الأم. التكاثر الخضري هو الجزء نباتي خدته من النبات المثمر المنتج معروف الصفات والجودة وكل شيء، وعمل الإكسار عشان أخد نفس الأم، بس بقى في عيبين. ناتج البذرة في الأشجار معمر، معمر وقوي ومقاوم للأمراض ومقاوم للظروف البيئية ومقاوم لكل شيء. أما التكاثر الخضري بجميع أنواعه بما فيه زراعة الأنسجة بيكون عمره قصير، وصفاته بتكون في المقاومة للأمراض والظروف الجوية أبطأ. عشان كده الدليل، عشان بس محدش يتكلم معايا كتير ويجادلني، الدليل ان احنا بناخد الاصناف الاجنبيه في المانجا من طعم على الصنف السكري، من طعم الكاسيا نيدوزا كشجر زينه على الكاسيا فيستيولا، عشان الكاسيا فيستيولا مقاومه للامراض وان مدوده وي وي وي، فالكاسيا نيدوزا بتكون ضعيفه. من طعم الاصناف الموالح على الفوليك لو انا ازرع في التربه رمليه، ولارينج لو التربه طينيه. نقطه بقى صغننه كده اسيبها لكم، جميع النباتات الاشجار الوداديه عند تكاثرها بزراعه الانسكه بيكون النسبه الكبيره منها قذور سطحيه وقليل وددي، وما بيكونش بنفس عمق النبات لو اتزرع بالبذرة. بدليل أشجار البولينيا تزرع بالبذرة يديك جدر وددي حلو وقوي، تزرعها أنسجة يديك جذور سطحية. أسيبها لكم بقى أنتوا فكروا فيها. الأستاذ الفاضل بيقول لي من فضلك شرح عن زراعة الفطر فوق السطوح لو ممكن زراعته، وهل يمكن اقتناء خلية نحل فوق السطح بعد زراعة السطح، وأي زراعة تفيد؟ وشكرا لجهودك يا صديقي. قلت مرارا وتكرارا أنا تخصصي بساتين، خريج زراعة كلية الزراعة جامعة عين شمس، غير متخصص في الفطريات. وخلي بالكو عشان ناس كتيرة بتجري ورا القنوات في زراعة عيش الغراب، خلي بالك لو حصل تلوث من جراثيم عيش الغراب ممكن يطلع لك فطريات سامة مدمرة للكلى والكبد والإنسان، وممكن تسبب موت للأطفال. فرجاء لما تتكلم على زراعة الفطرة وعيش الغراب، معلش يعني احنا في مصر والوطن العربي مش كيفين أكل عيش الغراب، ده احنا بنروح احلى سوبر ماركت بنلاقي الحاجات دي مرميه في الارفف، قليل قوي اللي بيشتريها. فمشروع زي دوت اللي عايز يعمله لازم يروح يجيب الجراثيم الفطر دوت من اماكن متخصصه، وتاخد دورات تدريبيه فيه عشان تطلع المنتج صح وكويس صحيا وسليم للاكل. الله يبارك لكم، بلاش بلاش المشي ورا الناس الفاضيه. تراس الجدوى جوجوبا، تراس الجدوى عش غراب، تراس الجدوى مش عارف ايه، شغلوا عقلكم، شغلوا عقلكم. طيب بالنسبه للسؤال الثاني، هل ينفع ان انا احط خليه نحل؟ لا لا،
خلية نحل وسط مباني سكنية، انت بتدمر النحل وبتأذي جيرانك وما ينفعش. ده نحل يا رجالة، ده نحل يا اخوانا، ده نحل يا بشر، عملته فوق السطح. انت عايز توفر له مصدر غذاء 24 ساعة طول ايام السنة، هتجيبها منين؟ عندك مساحات ايه من الاراضي عشان تعملها؟ هتجيب نحل عشان حتتين تلات اربع اصار طماطم على كام فلفل على كام بتنجان، هتجيب لهم خلية نحل؟ ما ينفعش، مستحيل. استاذ رامي بقى بيقول لك ايه، حضرتك الرمل يفتقر لعناصر غذائية سليم، ولكن يعمل على تهوية التربة، عشان كده فبنستعمله لهذا السبب. ممتاز، هل بديله الفيرميكولايت او البرلايت؟ وليه حضرتك دايما مش بترشح التربة الصناعية في الزراعة الخارجية؟ بالنسبة للسؤال ده، الرمل فقير، البرلايت فقير، الفيرميكولايت فقير في العناصر الغذائية. بس في حاجة، انا لما باجي اروح اشتري عربية الرمل من اول 4 متر مكعب لغاية 12 و18 و27 متر مكعب رمل، بتكلفني حاجات بسيطة بسيطة، يعني ممكن العربية كام متر مكعب بألف جنيه، في حين ان انا اروح اشتري شكارة من البرلايت او الفيرموكولايت ممكن الشكارة الواحدة توصل لي 100 جنيه ولا حاجة، وحجمها قد ايه؟ ما يكملش 5 كيلو 10 كيلو. انا بقول تقريبيا للامثلة وليس سعر السوق، تمام؟ فبالتالي انا بستعمل الرمل للزراعات الخارجية عشان اصلا عود مثلا زي عود الليمون ارتفاع متر 3 4 جنيه، بس عود البونزاي اللي جوه البيت اللي بحط له البيرلايت والفيرميكولايت والبيتموس والحاجات الحلوه ممكن يوصل ل 3 4000 جنيه. صح الكلام؟ يبقى نسبه وتناسب. أستاذنا العزيز بيقول سؤال عن ابسط طريقه لاستثمار سطح المنزل في انتاج زراعي، واهم نصايح. انا بتمنى اشوف الوطن العربي كله الاسطح بتاعته مزروعه. انت لو عملت لنفسك فوق السطح بتاعك طبعا بعد اذن الجيران الافاضل في البيت او العماره، وتجمله وتعمله، بس اهم حاجه اعمل عازل جيد للسطح كله، عشان طبعا الميه اللي بتنزل ما تاذيش جارك اللي تحت ولا تاثر على الاساسات. اعمل العازل وازرع النباتات الخضار كلها، سواء الهيدروبونيك او الاكوابونيك او الزراعه العاديه في الاسس والتربه، واعمل تظليل وشبك عشان تحميه من التيارات الهوائيه، وازرع. هتشجع جيرانك وهتشجع يكون استثمار. انت لو كل عماره خدت السطح بتاعها وزرعته كله، وبقى كل يوم او كل يوم في الاسبوع واحد من الجيران بيطلع يقطف المحصول كله اللي فوق، لو العمارة مثلا فيها 14 شقة، لو كل شقة خدت يوم في الأسبوع تجمع المحصول، هتيجي الدورة بتاعته تبقى حلوة وجميلة، والناس كلها تفرح بأكل صحي وممتاز. عايز تعمله كاستثمار للتجارة، هيطلع لك كمية بسيطة ممكن تقف بيهم تحت على تروسيكل أو قدام العمارة تديهم للبواب، أو تقف بيهم أنت وتبيع لجيرانك عادي، مفيش مشكلة. آخر سؤال بيقول لي، في الستينات كان في مشروع مديرية التحرير لتخضير الصحراء والوادي الجديد، ولكنه فشل بعد فترة، فما أسباب الفشل السابق حتى لا يتكرر؟ الحاجات دي ما أقدرش أتكلم فيها، دي حاجة سياسية في تتكلم فيها مع المسؤولين. إحنا قناة زراعية، اديني السؤال الحلو الدسم اللي أقدر أفيدك فيه، اما حاجه زي كده لا. احنا بنتكلم كافراد وليس كدوله، بلاش جرجره الرجلين باسئله ممكن تدخلنا في سكك مش كويسه. ارجوكم راعي ان انت بتتكلم على العام وعايز سؤال يفيد الكل. من وجهه نظري، عايز تنجح في اي مشروع فيك يا مصر او في الوطن العربي، ابدأ من نفسك. خد قطعة أرض، اتعب وش أو اعرق، انت كنت بتشوفوني بنام في برميل جوه الأرض،
وكنت بشوف المر، يا ما لقيت ريشة وعقارب، تمام، وكنا بنقضي عليهم. كنت بنزل حافي في الارض واتعب واشقى، ارضي، محدش يقول لي انت ما ارضك. فابدأ من نفسكم، اشتروا اراضي وخضر واتعب واشقى، بلاش القعاد تحت البطانية وكوباية الحلبسة ولا الشوكليت، الهوت شوكليت، تمام، ونقعد بقى ايه ندي احلام وردية. خلينا في ارض الواقع، احنا بنشقى وبنتعب، احنا قاعدين في بيوت بالمنظر الرديء ده عشان نجيب لقمة عيش حلال. فأرجوكم، احنا بنشقى وبنتعب وبنفحت مش في الصخر، احنا بنفحت في الجرانيت، في البازلت، في الطين، عشان ناكل لقمة حلال. تحياتي لكم جميعا. وعايز بقى أسئلة دسمة بقى يا رجالة، أسئلة حلوة دسمة، بلاش الأسئلة البسيطة دي.